أنا مطلوب مني شيئين، التبريد اللي هو تكييف الهواء، ومطلوب مني الحفاظ على جودة الهواء المطلوب حسب المتطلبات الموجودة ضمن المواصفات. أنا كيف بقوم بعملية التبريد؟ بقوم فيها من خلال أنظمة التبريد اللي قلنا عنها وصنفناها. أحد هذه الأنظمة هو الباكج يونت، هو عبارة عن وحدة تكييف مستقلة متكاملة، فيها وحدة داخلية وحدة خارجية، شارحينها احنا بالتفصيل عندي على القناة على اليوتيوب، بتقدروا تشوفوها. لحاليا انا راح افتح لكم احد الفيديوهات. بالتالي وحدة الباكج هي عبارة عن مكيف وليس وحدة لمعالجة الهواء. حياك الله محمد، يسعد صباحك، الله يعافيك، اهلا وسهلا. تمام، فما تخلطوا ما بين وحدة معالجة الهواء وما بين وحدة الباكج يونت. وحدة الباكج يونت على سبيل المثال، خليني أنا هون مثلا عندي هذه الصالة الموجودة هون، مثلا وحدة الباكج يونت الموجودة عندنا على سبيل المثال، أنا عندي هذه الصالة، صالة داخلية. أنا نظام التكييف في هذا المشروع لو فرضنا مؤلف من طابقين أو ثلاث طوابق كفيلة سكنية، إحنا هذا المشروع عبارة عن سبل الدكت، فعمليا أنا عندي اندور يونت، عندي اوتدور يونت، ماشي. في حالات معينة أنا ما عندي مكان مثلا حجم التكييف فيه، أنا مثلا بستخدم لحجم تكييف 5 طن 6 طن على سبيل المثال كسبل الدكت أو كونسلت. مثلا في عندي مكان هذه الصالة يحتاج مثلا إلى 10 طن، وأنا بدي أضطر أركب مكنتين مثلا، ما بدي أركب ماكينة 10 طن لأن صوتها عالي الاندور يونت. تمام، بهاي الحالة في عندي خيار أنه أنا أستخدم وحدة تكييف باكج يونت اسمها، بتركب أوتدور، ما بيكون في إلها وحدة تكييف داخلية، الاندور والأوتدور كلهم مجموعين ضمن صندوق واحد، وبيطلعوا لي الهواء من فتحة هواء، وبيكون في عندي فتحة الراجع اللي بتكون موجودة معنا. بهاي الحالة أنا بستخدم نظام للتكييف والتبريد، تمام؟ ما بستخدم نظام للتهوية في هذه الحالة، واضح؟ فعمليا أنا هون عندي خيار لحل بعض المشاكل اللي أنا الأماكن اللي هي بالمشاريع السكنية اللي ما بيكون عندي طول الدكت فيها بعيد جدا أو عالي جدا مثل المشاريع الكبيرة، تمام؟ وما عندي مكان أنا وما عندي مجال إني أركب وحدات سبل الدكت منفصلة. بهاي الحالة أنا بستخدم وحدة تكييف باكج يونت، بركبها أعلى السطح في الخارج وبزن لها دكت سبلاي بحيث يوصل عندي على المكان اللي أنا بدي أكيفه، وبكون في عندي دكت راجع يسحب الهواء من هذا المكان. بهاي الحالة معظم مكاين الباكج المتعارف عليها إلا في حالات خاصة فقط ما بيكون في عندي معالجة للهواء، يعني أنا الهواء اللي برسله للمكان الماكينة بنفس الوقت بتقوم بسحب نفس الكمية الهواء وبترجعه على الماكينة وبيرجع بتبرده وبترسله إلى المكان لا أكثر ولا أقل. في طبعا نوعيات من مكيفات الباكج يونت بيكون في إلها اللي هو الدامبر الموتورايزد، تمام، هاي بحيث أنه إحنا نتحكم، والله إحنا محتاجين كمية هواء خارجي، تمام، بس يمر على فلتر الماكينة لا أكثر ولا أقل، على أساس أنه إحنا ندخل كمية من الهواء الخارجي الغير معالج، يعني هواء خارجي حار غير حار، شو ما كانت، رطب غير رطب، تمام. في مكاين باكيج بيكون لها مأخذ، وإحنا هذا الأمر بنقوم فيه بالشكل الطبيعي لما إحنا يكون في عندنا مكينة باكيج العادية بنركب على الدكت الراجع إلبو ودامبر بحيث إحنا يسحب الهواء الراجع، بدل ما يسحب كل الهواء عندي من المكان ويرجع يرجعه مباشرة كل مرة يرجعه، فإحنا بنعطي نسبة مثلا 10 إلى 15% من الهواء الخارجي بحيث الماكينة بدل هي ما تسحب كامل الهواء من المكان تسحب جزء من الهواء من الهواء الطلق الخارجي، تمام، وتمرره على الفلتر تبع الوحدة اللي هي الاندور لماكينة الباكج وترجع تبرده وترسله إلى المكان. إذن ماكينة الباكج يونت هي عبارة عن ماكينة تبريد فقط، ما عندها معالجة للهواء ولا يتم استخدامها في المشاريع اللي احنا بتكون يعني كبيرة او المشاريع العالية الهاي رايز، يتم استخدامها في المجالس الارضية في الفيلل السكنية من طابقين كحد اقصى من 3 طوابق، تمام، بحيث انها تكون خيار من خيارات تبريد المكان لا اكثر ولا اقل، واضح. خليني اشوفك هون، انا احنا طبعا اللي مش منضم لقناتنا على اليوتيوب ينضم لقناتنا على اليوتيوب، قناتنا كل الكورسات اللي فيها طبعا مجانية. طبعا هاي عندي هون ماكينة الباكج يونت، شايفينها؟ طبعا انا هون في عندي قائمة تشغيل بشرح فيها
كل ما يتعلق بماكينة الباكج يونت. فالشباب المهتمين أو الجدد أو اللي ما عندهم فكرة بيقدروا يدخلوا على قناتي على اليوتيوب، تمام؟ اللي حاب، اللي مش منضم، أنا حاب ينضم، اسم قناتنا HVAC Zoom، أو بتقدر تدخل على اسمي حاليا بالتيك توك، تضغط عليه بتلاقي في زر يوتيوب، اضغط عليه بيرسلك مباشرة إلى قناتنا على اليوتيوب. كل الكورسات والمحاضرات طبعا مجانية. أهلا وسهلا بالشباب، تمام. إذا هاي الوحدة اللي باينة عندي هون في الفيديو هي عبارة عن وحدة تكييف باكج يونت. مثل ما شايفين هون في عندي أنا كمبرسر، يعني التكييف الباكج يونت عبارة عن مكيف تماما، فيه كمبرسر، فيه وحدة خارجية، فيه وحدة داخلية، تمام. فبالتالي عبارة عن مكيف متكامل، ولكن بدل ما كانت الوحدة الداخلية داخل المكان والوحدة الخارجية على السطح أو outdoor، جمعناهم مع بعض ولغينا الوحدة الداخلية وحطينا كل المكيف أو الدور على السطح مثلا أو على الأرض حسب طبيعة المكان أو حسب بصارات الدكت اللي بتكون موجودة معي. هون راح يكون في عندي طبعا دكت يدفع الهواء البارد ودكت يسحب الهواء من المكان المبرد أو المكيف. فعمليا أنا لما أقول باكج يونت أنا بقول عبارة عن مكيف متكامل، فيه كمبرسر، فيه دار التبريد، فيه كنترول، فيه مروحة داخلية، فيه إيفابوريتر، فيه مكثف، فيه مروحة خارجية ومروحة داخلية، تمام؟ فيه صمام التمدد. كل هذه المكونات اللي أنتم بتعرفوها في دارة التبريد بتكون موجودة ضمن وحدة الباكج يونت. وعمليا مثل ما احنا تكلمنا بيكون الهواء السبلاي كاملا بيتم توصيله إلى المكان، وبيتم سحب الهواء الراجع من نفس المكان وإعادة معالجته فقط في عملية تبريد، تمام؟ احنا فقط بنقوم أحيانا بعملية اللي هي وضع، تمام؟ وضع اللي هو البو، أو يعني بحيث الماكينة تنجبر أنها تسحب قسم من الهواء الخارجي وتخلطه مع الهواء الراجع اللي جاي من المكان على أساس تعمل شوية يعني تنقية للمكان، ما يكون نفسه الهواء يعني الموجود عندي في المكان، لأنه أحيانا بيكون في عدد من الناس، أحيانا في ناس بتدخن في كذا، فكويس أنه يعني نجبر الماكينة تسحب كمية من الهواء الخارجي وتخلطه مع طبعا الهواء اللي بيكون سبلاي. هاي وحدة التكييف الباكج يونت. لما احنا الشباب عم يسألوني انه والله لا ليش كيف بيستخدموا باكج يونت بالمباني الرايز الهاي رايز العالية وبيشبكوها على الفي ار اف، ليش بيستخدموا؟ لا، المباني هاي اللي بتسألوا عنها واللي بتكلموا عنها ما بيستخدموا فيها باكج يونت اطلاقا. هم حاليا رح نشرح الاي اتش يو احنا ونبينها. لذلك مثل ما شايفين هاي الفيديوهات كلها بالتفصيل موجودة عندي على القناة ضمن قائمة التشغيل، تمام؟ شارحين فيها هون، في عندي كمبرسر، في عندي دار التحكم، في عندي وحدة خارجية، مروحة خارجية، في عندي اللي هو المكثف، شايفين هون في عندي ايضا اللي هو المبخر، الوحدة الداخلية، في عندي مروحة الوحدة الداخلية، البلور، في عندي صمام التمدد. مكيف متكامل. اللي بيعرف المكيف اللي هو مكيف الشباك او مكيف الويندو اللي كنتوا تحطوه بالجدران، هو نفسه هاي عبارة عن باكج يونت، ولكن بدل ما كان مكيف قطعة صغيرة كانت تركب بالجدران وتعطي الهواء مباشرة، صرنا احنا نستخدمها كحجم كبير يتم استخدامه يعني 6 طن، 10 طن، 15، 20، 30 طن، تمام؟ ويتم وضعه outdoor ويتم استخدام دكتات الهواء ومجاري الهواء لتوصيل الهواء من هذه الوحدة إلى المكان المبرد، واضح؟ إذن هاي بالنسبة لماكينة الباكج يونت هي عبارة عن وحدة تبريد مستقلة ما لها علاقة بموضوع معالجة الهواء، تمام؟ طيب هاي بالنسبة لماكينة الباكج يونت. طبعا مثل ما قلنا موجود كله عندنا على قناتنا على اليوتيوب، تقدروا تتابعونا عندنا على القناة.